ولكي أثبت لك طيب انت كمزارع لكي اثبت لك ان احنا عندنا بالفعل شيء ايجابي جدا، مش سوداء ولا حاجه. انا عندي تقرير هفرجك عليه دلوقتي، هخليك تشوف الناس اللي بيحطوا المستهلك جوه عينيهم وهم بيزرعوا. تمام، نشوف التقرير ونرجع تاني، خليكم معانا. دي عمر الشجر بتاعها 4 سنوات بالظبط من تاريخ الزراعة في التوقيت الحالي. الصنف ده اسمه صنف كيت، وهو من أصناف المانجا المتقزمة واللي ظهرت في مصر في الفترة الأخيرة، بحيث إن هي ما بتحتاجش مساحات واسعة زي المانجا التقليدية القديمة، الأصناف اللي هي المعروفة الأصناف المصرية اللي كانت بتتزرع على مسافة 6 متر و12 متر والحاجات دي. لا، دي مسافات الزراعة بتاعتها مسافات منخفضة جداً، ما بتتجاوزش 2 في 3 متر، فبالتالي الفدان بيشيل عدد نباتات اكتر، فبيحقق لك نسبة محصول اكتر. احنا دايما بنحافظ في المانجا، المانجا تعتبر الورقة بتاعتها صلبة شوية عن نباتات كتيرة جدا، لكن احنا دايما بنحافظ على اننا يكون في دورات حشرية ودورات فطرية، لان هو ممكن يصيب المانجا بعض نبات بعض امراض الاعفان وبعض الفطريات، فاحنا بنعالجها بالدورات اللي هي المستديمة ما بين الحشري وما بين الفطري. في الرش بنرش مبيدات حشرية بس مطابقة للحاجات، لان احنا طبعا بنستعمل المحصول ده تصدير، فلازم تكون الحاجات اللي احنا بنرشها مطابقة للمواصفات العامة اللي احنا بنصدر بيها. وطبعا في مهندس مسؤول هو اللي بيبقى متخصص في اصناف المبيدات دي بتكون ايه، سواء كانت فطرية او سواء كانت حشرية، لكن في الوضع العام هي غير مضرة بالصحة، وبكون في فترة زمنية من بعد الرش بنكون احنا مواظبين عليها، لان اكيد مع بداية التصدير بتتاخد منها عينات وبتتحلل في المعمل، بحيث ان ما يظهرش اي متبقيات للمبيدات دي فيها. انا بشتريها من شركات معتمدة موجودة هنا في مصر، ممكن تكون في محلات لها توكيلات للشركات دي، وممكن تكون الشركة المصدرة اللي بتاخد مني المحصول هي اللي بتجيب لي المبيدات دي عشان تبقى محافظة على السلامة العامة وان ما يحصلهاش اضرار في التصدير. انا لو ما راعيتش التوصيات ديت ممكن ان التحاليل العينات اللي انا بطلعها عشان التحاليل ديت هيظهر فيها المتبقيات المبيدات، فلازم احافظ على التواريخ واحافظ على الفترة الزمنية اللي بعد الرش. فترة أمان ما قبل الحصاد اللي هي الفترة الزمنية اللي بتكون استعملت فيها آخر مبيد، زمنية ما بين استعمال هذا المبيد إلى يوم التصدير أو يوم الجمع. لازم الفترة دي تكون فترة آمنة وتكون أنت وفيتها بالكامل عشان لما تيجي تصدر ما يظهرش متبقيات مبيدات في المحصول بتاعك. المتبقيات ديت لازم كلنا بنحافظ عليها علشان خاطر ان عملية التصدير تتم في سلامة وما يحصلش اي مشاكل في التصدير. الاتحاد الاوروبي بيعمل لنا، يعني احنا انا شخصيا مشترك في مركز تحديث الصناعة، ومركز تحديث الصناعة بيعمل عمليات تدريبية للعمال اللي موجودة عندي، وطبعا الاتحاد الاوروبي بيحافظ على الفترات الزمنية بتاعة رش المبيدات ديت عشان يوصل بالمنتج المصري لاعلى مستوى من الجودة، وإن ما يكونش فيه أي متبقيات مبيدات تضر بالصحة العامة سواء داخل مصر أو خارج مصر. هذا البرنامج برعاية